من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته ثقة الحافظ، مات سنة 47 و200 وهو 87. حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي مشهور بكنيته ثقة ثبت، مات سنة 200 وهو 80. كريب بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي أبي بردة بن أبي موسى الأشعري من ثقة من الثالثة، مات سنة 400 وقد جاز 80. أبو موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، صحابي مشهور عمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطاف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة؟ واحد إسناده كوفيون، صحيح. اثنين إسناد زدت كثير، كنتش رباع عندك؟ طب عد عد يلا هات. أيوة محمد بن العلاء واحد، حماد بن أسامة اثنين، وبريد عن بريد يا زلمة بريد ثلاث. أيوة ماشي، لا حظا اوفر يعني بالضبط، بس كله رباعي رباعي. نعم 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 نعم، لا بس لا بس. طيب من يساعده؟ من يذكر لنا لطيفه ثانيه؟ فيه روايه الابن عن ابيه، روايه الابن عن ابيه ثلاث، في روايه الابن عن جده. يا جماعة انت بدك ابنك يصير عالم، ضروري تأخذها من بيت ايش؟ علم. اسأل حماتك ايش هي عشان يطلعوا اولادك، طب اسأل حماك ايش هو عشان يطلعوا ايه اولادك. فاذا حماتك تخصص طبيخ وحماك تخصص لما صاري، معناته اولادك على الغالب راح يطلعوا ايش؟ جهلة. ولا حول ولا قوة الا بالله. انظر هذا الاسناد ما احلاه، رواية الابن عن جده، رواية الابن عن ابيه، سلسلة علماء يا جماعة. ما احلى مجالسة العلماء، ما احلى لخي العلماء. طيب